بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، رحلتي مع القرآن، ويتواصل الحديث معكم عن رحلتي مع القرآن ومع الشيخ صلاح. الشيخ صلاح رحمه الله كان رجلا فقيرا في نظر الناس، ولكنه كان غنيا بالقرآن. كان رجلا ليس له أهل، ولكنه كان من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. كانت غرفته عامرة بأهل القرآن، وكانت غرفته عامرة بمحب القرآن، فقلما تجد أنه يجلس في غرفته دون أحد. كان رحمه الله رجلا شديدا في معاملته مع تلاميذه وطلابه، لكنه كان يعرف نفسية كل طالب، يعرف الطالب الذي يأتي به أبوه من أجل أن يحفظه القرآن، والطالب في قرارة نفسه مرغم على ذلك، يعني هو ليس راغبا في حفظ القرآن، فلذلك كان يتعامل مع هذه النوعية من التلاميذ الصغار، كان يستخدم أسلوب الضرب، وهو أسلوب صعب وشديد، لكن هو يتعامل كذلك بناء على ما تربى عليه وعلى ما نشأ عليه، لكنه كان أكثر عنفا، فقد كان يضرب بعض التلاميذ ضربا مبرحا. بعض أولياء الأمور كانوا يسحبون تلاميذهم ولا يجعلونهم يستمرون مع الشيخ صلاح، ولقد رأيت بعيني تلميذا كان يأخذه بيده ويضربه في الحائط يمنة ويسره، كان ضربا قاسيا، ولكن في نهاية الأمر لا يستمر معه إلا من هو حقا يرغب في حفظ القرآن. عندما ذهبت إليه ونظر إلي علم أني من الذين يحبون القرآن ويفرغون كل وقتهم للقرآن، وعلم أن العقوبة التي مناسبة بالنسبة لي هو أني إذا أخطأت وأعود في اليوم الذي يليه، وكان هذا بالنسبة لي أمر صعب جدا جدا. لماذا؟ لأني كنت أحفظ وأتعب ثم أقف على تشكيله، أنسى كلمة فأعيد مرة أخرى، لكن هذا الأسلوب كان له الأثر البالغ في نفسي. ذكرت لكم أني قرأت عليه سورة البقرة غيبا في مجلس واحد، لكن أذكر لكم في المقابل موقف طريف حدث معي أثناء تسميعي لسورة البقرة. كنت أسمع عليه ونحن بمفردنا، وأخبرتكم أن الشيخ صلاح كان رجلا ضريرا، يعني كان لا يرى. فلما وصلت إلى قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، قلت قال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق، نسيت الفاء فإن. هذا الكلام قبل 20 سنة، وهذا الموقف لا أنساه أبدا. علمت في تلك اللحظة أني إذا لم آتي بالفاء، أنا نسيت الفاء، سأقف وأبدأ البقرة من جديد، وكنت على وشك أن أختم البقرة، وكان المصحف في يدي، لكن كان الشيخ صلاح له رهبة وكان قلبي يدق بشدة، كنت أريد أن أنظر ما الخطأ هنا، لأني ظننت أني لم أخطئ، فحاولت أن أفتح المصحف برفق وأنظر إلى هذا الموضع ماذا أخطأت فيه، وفعلا فتحت ونظرت فإذا هي الفاء. كان رحمه الله حفظه قوي جدا، فقلت فإن الله يأتي،
فإن الله يأتي. فقال استمر، واستمريت وختمت سورة البقرة، ولكني كنت خائفا ومضطربا وقلقا، ولم يكن ضميري مرتاح لهذا، ولكنها مضت ومرت، وكنت آنذاك صغيرا حديث عهد بالتزام وتوبة، ومضى هذا الموقف على حاله. من المواقف أيضا عندما كنت أقرأ عليه في سورة الأنعام، فلما وصلت إلى قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، قلت له: فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فقال: ماذا؟ قلت: كل شيء. قال: ارجع ولتعد إلي في اليوم التالي. فلما نظرت في المصحف وجدت أنها بالكسر كل شيء. وهذا الموقف أيضا منذ ما يقرب من 20 سنة. هذا الأسلوب وهذه الطريقة كانت من أسباب ثبات القرآن عندي. كثير من المواقف الطريفة التي شاهدتها أثناء التزامي بالمصحف والقرآن والحفظ مع الشيخ صلاح، منها أحد الطلاب كان يقرأ عنده وكنت جالس بجواره، فكان يقرأ في سورة البقرة، فلما وصل إلى قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، قال الطالب: إذ حضر يعقوب الموت، يعني حول الضاد إلى دال. فقال الشيخ صلاح ساخرا من الطالب: حدره الله الله الله، ثم أخذ قالب من الطوب كان بجانبه وألقاه على الطالب، لكن القالب لم يصب الطالب، فكما أخبرتكم الشيخ كان ضريرا لكنه كان شديدا. من المواقف أيضا الطريفة التي حدثت أن أحد التلاميذ جاء إلى الشيخ صلاح رحمه الله وقال له: يا شيخ، أريدك أن تخرج لي الشمس من رأسي. يعني كان إذا تعرض أحد إلى الشمس يحدث له صداع في رأسه، فالشيخ صلاح كان يمسك شعر الطالب ويطقطق له هذا الشعر، فالطالب كان قد حلق رأسه تماما وأتى ليسخر من الشيخ صلاح، فلما وضع يده على رأسه لم يجد شعرا، فقال له: سوف أخرج لك الشمس ولا بد. فأخذ يعضه، فأخذ يعض هذا الطالب بأسنانه في رأسه حتى يخرج له الشمس، وأخذ الطالب يصيح ويصيح. هذه يعني بعض المواقف الطريفة، ومنها أيضا أنه جاء إليه رجل كان به مس، وكان لا يوجد أحد مع الشيخ صلاح، وكان قبلها بيوم عندما ذهبت إليه قد صنع رفا من خشب وعلقه في الحائط ليضع عليه بعض الكتب، وكان فرحا بهذا الرف. فلما أتيت في اليوم الثاني وجدت الرف قد كسر تماما وحطم، فأخبرني أن أحدهم جاء إليه وكان به مس، فلما قرأ عليه صرع ذلك الرجل وقام وسحب الرف من الحائط وهشمه على رأس الشيخ صلاح. هذه بعض المواقف الطريفة، وتتواصل المواقف وتتواصل الدروس والعبر في هذه الطريق. أيضا حدث لي موقف آخر سوف أذكره لكم بإذن الله في الحلقة القادمة حتى لا أطيل عليكم. هذه الأمور كلها في سبيل القرآن ولأجل القرآن. بارك الله فيكم ونفع بكم. اشتركوا معنا على القناة، وسوف يصلكم في كل مرة ما نقدمه من جديد، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.